هي جميلة قالت لك حاجة؟ كلام فارغ تخريف كله تهيؤات. لا والله جميلة قالت الحقيقة. أنت بتصدق كلام أم عبده؟ تصدق إن واحدة في سن مامتك تنام في سرير جميلة علشان ترجع جوزها اللي نسي نفسه ومركزه وبص لواحدة قد بنته؟ هو صحيح تصرف مش سليم من ماما، انما اظنها انها كانت خايفة عليك، كانت عايزة تشتري عشرة العمر اللي بينكم بأي ثمن. طيب وايه اللي جاب شعلان؟ شعلان كان فاكر ان جميلة هي اللي نايمة في السرير. ازاي بابا تفكر ان ماما تبص لشعلان؟ ماما اشرف واطيب ست في الدنيا، ازاي تشك فيها وتطلقها وتطردها من البيت؟ انت اهنتها وظلمتها ولازم ترجعها يا بابا. أرجوك يا بابا عشان خاطري. بابا أنت بتعيط؟ جميل احنا سافرين نرجع ماما، لكن أم عبده مش ممكن ترجع أبدا، مش ممكن. رايت مش عيب الست مامتك تغضب وتسيبنا بالشكل ده؟ مش عيب يا ام الدكتور؟ لا يا شيخ، الخدوم بالصوت لا يغلبوكم. ده بذمتك يا حسن، الحق عليا ولا عليه؟ خلاص بقى يا ماما، كانت ازمه وراحت وهننساها. فينشت؟ لا مش فينشت، انا مش عاوزه انساها ابدا. استنى يا سي حسن، طول بالك بس يا بابا. انا مش عاوزه انساها علشان خلتني اعرف غلاوتي عندك. تعرف يا يوسف، لو ما كنتش جيت انت تصالحني كنت حاجي انا برضو وعدك بعشرة طويلة. عندك حق، مش ممكن انسى 22 سنة بحالهم يا عزيزة. لا 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 لا، 21 سنة بس يا يوسف. هو ايه 21 سنة ايه و 22 سنة ايه؟ ده انا عمري 25. نقطة تانية. واحد بيسأل التاني بيقول له انت تعرف انجليزي؟ قال له يس. قال له طيب لما تحب تقول له واحد تعال هنا تقول له ايه؟ قال له كام هير. قال له لما تحب تقول له روح هناك قال له الف له من الناحية التانية وقول له كام هير.
عايم برافو سيدي برافو برافو سيدي برافو سيدي نايس نايس سيدي واندرفول ودين النبي حفتح دماغك بالعكاز ده اهو شاب لا مش طالع بره لا بجميل اما اشوف مين اللي هيتعرض لي انا اللي هتعرض لك يا معلم انا اللي هحميها هتجوزها اتجوزها انت انا قتلها اذبحها هتجوزها قتلها اذبحها ايه السوقيه دي مين جميل يا فندم انت جميع مشي وانت كمان لازم تمشي ارجع عشان اقرا عشان اضربك في الرصاص برا الله برا انا اسمع ما اقولك برا الله عيب يا جميلة لازم ترجعي لا يا استاذن ماليش اعرف بعد كده اعمل معروف يا بيه لازم نلحقها بالمطلبة يعطر فيها طيب طلع الكريتة بسرعة مفيش داعي معانا عربية يا يوسف بيه فاين هريب 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 انا جمالي وش المصاري جميلة عشان خاطري مش ممكن يا حسن والدتك مش هتنسى ان والدك كان بيبص لي
هنسيبهم ونتجوز ونعيش بعيد عنهم. انت نفسك مش هتقدر تنسى اللي حصل، لكن ممكن تنساني انا. طب ارجعي معايا دلوقتي، وانا بعد يومين نازل مصر ابقى اوصلي. بلاش نضحك على نفسنا يا حسن. خلاص يا جميلة، هان عليكي كل حاجة. انا مش هنسى ابدا، قضيت عندكم اسعد ايام حياتي. الحاج زين اللي هيتجوز جميلة يا حسن. مبروك يا حسن. دي مش آخر الدنيا يا حسن يا ابني، لسه هتشوف كتير وتحب كتير. سمعت كلامه.